عمرك سمعت عن نظرية بالإدارة اسمها نظرية القروض الخمسة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قناة مذكرات ممرض، نحكي فيها عن التمريض مهنة العظماء. اليوم رح نحكي عن نظرية غريبة عجيبة طريفة بالإدارة اسمها نظرية القروض الخمسة. لو كانت أول مرة بتتابعنا، لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. من قطر أنا محمد ناصر أبو يوسف، فضل أحكي لك شو القصة. في يوم من الأيام قاموا مجموعة من العلماء بوضع 5 من القروض في قفص كبير. هذا القفص في وسطه في سلم عالي وأخريته معلق قطف موز. طبعا أي قرد أول ما يدخل القفص راح يخطر بباله أنه جعان وبده يطلع السلم عشان يأكل الموز، لكن إذا شد هذا العنقود تبع الموز شوية صغيرة مربوط فيه مرشات للمي بترش مي باردة جدا على القرود وبتخليهم يلغوا الفكرة تماما وعمرهم ما يفكروا انهم يأكلوا موز. اول قرد حاول يعمل هاي الشغلة تسبب بالعقاب للبقية فلغى الفكرة تماما، الثاني حاول فلغى الفكرة تماما، الى ان صار مزروع في ادمغتهم انه اللي بيطلع فوق بتبهدل وبيجيب لنا البهدلة. بعد فترة اجوا العلماء وشالوا قرد واحد من الخمس الموجودين وحطوا قرد جديد عمره ما دخل القفص ولا بيعرف شو النظام جوا. فطبعا هذا القرد بدافع الغريزة والفطرة حاول يطلع على السلم، مجرد ما صارت رجله على ثاني أو ثالث درجة كل القرود الأربعة الموجودين هجموا عليه وبلشوا يضربوا فيه. وين رايح انت؟ بدك تجيب لنا البهدلة؟ مش هيك السيستم، مش هيك الروتين، عمره ما واحد عمل اللي بدك تعمله. ثاني يوم شالوا قرد ثاني وحطوا قرد جديد مكانه ونفس القصة صارت مرة ثانية. القرد الجديد بحاول يتسلق السلم يجيب له حبة موز وكل الموجودين بينزلوا فيه ضرب بدون ما يفهم شو القصة. بعد 5 أيام صار القفص فيه 5 قرود جداد، الخمسة حافظين انه هذا القطف اللي فوق محرم، ممنوع حدا يلمسه ومش فاهمين ليش. للأسف الشديد هذه النظرية اثبتت انه حتى الحيوانات ممكن تتعود على الروتين وممكن تشتغل شغل كله غلط بغلط بمجرد انه الروتين هيك، البروتوكول هيك، البوليسي بتقول هيك، هيك نظام المستشفى. كيف ممكن نقضي على هاي النظرة وكيف ممكن ننهي آلاف الأنواع من الروتين والبروتوكولات والبوليسيز الغلط في مستشفياتنا؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات.